يوم 18 يناير 1977 خرجت مظاهرات سلمية تستنكر زيادة الأسعار في بعض السلع الأساسية. وفي اليوم التالي 19 يناير اندس البعض ليحول مسارها إلى تخريب وتدمير وسرقات. في خطأ وقع من الحكومة أمر ممكن، وكل الحكومات اللي في الدنيا بتقع في أخطاء. خد معسكري. اسمك ايه يا ولد؟ هو مكتوب عندك. خد على البيت كويس. اضرب يا ابني. كفايه كده. دخلوه على العروسه. خش يا ولد. خش هنا. اقعد جنبه. اقعد يا في الارض يا ولد. بس يا ولد. اقعد بس يا ولد. ها كيفت؟ يالا انت كل القضايا والسجن ده ولسه ما تربيتش؟ اسمك ايه؟ زينهم. زينهم ايه؟ زينهم جد الحق علي. سنك؟ 33. بلدكوا ايه؟ مصري. ما كلنا مصريين يا رحوم. أنا حتى في مصر يالا. قبلي. اكتب أسيوط. اشتغل إيه؟ على باب الله. ليس له مهنة معروفة. تعرف تقرأ وتكتب؟ أنا ابتدائية. أنت متجوز يالا؟ متجوز؟ أبوك بيشتغل إيه؟ مات. أمك ماتت. لك أخوات؟ ماتوا. بتهزر يالا؟ استغفر الله العظيم وجزم. حد يهزر في الموتى بيه؟ اكتب فائد الأهلية. الله ينور عليك. فائد الأهلية ما هو باين. ما بين كل حبسة والتانية يا دوب بتتهور. أعمل إيه يا بيه؟ ما أنا كل ما بخرج بتجيبوني. وشرف أمك ما أنت خارج المرة دي. وريحتوني. ايه ده يا خرب بيت؟ انت مولود رضع اجرام؟ مفيش جنايه ما عملتهاش؟ قتل سنه 62 وانت عندك 18 سنه؟ خناقه على حسابه، كان في شهود. والقاضي قال ضربه افضل الموت، ما قالش قتل. وسرقه بالاكراه سنه 65. دي سرقه بيعملها الصاحب، لبسوها انا عشان سوابق. وشروع في قتل سنه 68. سنه كم؟ سنه 68. دي تلفية غبي، بس خرجت بعد كده حسن السير وسلوك. يا رنة، تخش السجن 3 سنين تقعد فيه 7 سنين وتقول لي حسن سير وسلوك؟ يا صايع، ده انت عندك 12 سابقة، عدهم لك؟ 14 بيه. عزمي
انت بتستغرب ليه يا باشا؟ ومش في حد لازم يتسجن؟ لانهم مجرمين زيك. لا يا باشا، دي ارزاق. لازم حد يتسجن عشان حد يسجنه، وحد يضربه، وحد يحقق معاه، وكلها كلها عيش وكلها تمشي. اخلص! طول ما انا بكذب بتسمعوني، ولما اقول الحقيقه بتزعلوا. حاضر يا ابي خريست. كنت بتعمل ايه في المظاهرات؟ كنت بعمل انقلاب يا ابي. طلعت دماغي عامل انقلاب، كنت عايز اقلب الحكم بيه. مظاهرات يا ابي اللي عامش فيها، انا ماليش دعوه بالحاجات دي. الله يضحكك يا ابي. انا كنت مروح لقيت الناس عماله تهتف وتحدد بالطوب، فاقول لهم في ايه؟ خلوني في الرجلين، فدخلت انتوا بقى فاخدت العاطل في الباطل. ولا ما تساش الهبل على الشيطان، ولا احنا جايبينك من جوه الكازن وانت ايدك على الخزنه. على التلاجه يا سعاده البيه، ايدي على التلاجه، بس كنت عطشان ونفسي اشرب كوبايه ميه ساقعه، فبفتح التلاجه الاكره عصلجت في ايديا، افتحها عصلجت، ببص فاكتشفت انها خزنه. شوف بقى روح امك، يا اما تعترف انك سرقتها يا اما هعتقلك. تعتقلني؟ ما انت حرام يا سياسي. يا بيه انا ماليش في السياسه. يبقى تعترف. بالعافيه. بالذوق. معتقل احسن من جريمه ما عملتهاش. تعرف يا صايع، انا لو في ايد السلطان كنت حطيتك انت واللي زيك في مركب وفي عرض البحر وفجرتها بيكم عشان البلد تنضف. اكتب تؤخذ بصمات المتهم ويستمر اعتقاله. خد عسكري. حاضر. يلا يلا. يا سلام، لو كنا عدينا بخزنه زي دي الله يعزنهم، خزنه زي دي يطلع فيها يدي ربع مليون. من زمان قاعد دلوقتي في زنزانه كلها حريم. اسقيني بقى من عاطفك وحنانك. امسك ما تتمهدش كده، لا تحرق الزنزانه باللي فيها. اللي عدينا من كذا حبسه قبل كده يعدينا من دي كمان. ما كنا عارفين هنخرج امتى، لكن ده اعتقال. انا عارف ممكن نقضي بيت عمرنا هنا. لا ما افتكرش، اكيد هيطلعونا. امتى؟ امتى بقى؟ احنا لازم نطلع اليومين دول. انت ما شفتش الدنيا اتغيرت قد ايه؟ الدنيا بره مش هنا يا ابو خليل. تسمع احلى خبر في الدنيا، يبقى افرج. تعال استنى. ايه رايك في اللي خرجنا من هنا وفوقيها شغلانه كمان؟ فريد عبد الحميد فاكره؟ ازاي ازاي؟ ده ما سجننا. ماله؟ اهو شرف طالب يحكموه علي. طبعا ده يعرف بلاوي كتير، عشان كده في ناس عايزه تخلص منه. في راجل بقى قليلة في السياسة ولا في أي حاجة، بس عليه قضية كبيرة. عشان يخلص من القضية دي لازم يخلص من ده. عرفت ليه؟ أنا شمشمت ووصلت للراجل ده. باب زنزانتنا وزنزانته هيبقوا مفتوحين بالليل. الساعة 12 النبطش هيبقى في دورة المية. هننفذ إحنا المطلوب. العملية مرسومة وما تخرش المية.
عندك الفريد بيه. شفت القالب ده؟ شايف البقف اللي معاه ده؟ ايه بقى اللي عنده وانا ما عنديش؟ لا بصراحه كسم ورسم ومعلت حل من على حبل المشنقه كمان. هم جم. مساء الخير يا سعيد بيه. ايه يا سيدي؟ ايه بقى اللي مش عاجبكم في السواقة؟ بصراحة بقى ده مش تمن اللي احنا عملناه لكم في السجن. أمال عايزين تشتغلوا ايه؟ يعني حاجة تليق بمقامنا. مش تلبسني كرافطة وقميص وتركبني تاكسي سياحة آخر النهار تديني بريزة. مؤاخذة يعني. ماشي. ليك عندي شغلانة تليق بمقامك يا محترم. شوية فيديوهات هتخرجوها من بورسعيد وليك 500 ايه. اه يا عم. عملية زي دي ما قلش ثمنها عن 1500 جنيه وانت عارف. ولا انت شايفنا بريالة؟ امال انت فاكر نفسك ايه؟ انت حتة جربوع ما شغلكش عندي سايز بتلاتة شيلين. انا اسوى تلاتة شيلين بس انت ما تسواش. ماشي خلاص يا بورم، ما دام عاوز تاكل بغاشه في عمليه حلوه ومحندقه وفيها 5 بواكي. تفهم في المخدرات يا حبيبي؟ دي لعبتنا بيه. شنطه صغيره هتجيبها من واحد بلدياتك. يعني سلم واستلم. اسم الله عليك. تعرفوا تشيلوا سلاح؟ هاون ولا ار بي جي؟ خد بالك يا حدي انت وهو. لو الفلوس جرالها حاجة الراجل بتاعنا ما بيرحمش. اطلع. ايه يا زينهم اللي انت عملته ده؟ ما تبقاش تزودها كده، ما انت هتضيعنا. ما تخافش. سيبنا انا للعالم دي. تعال. عشر دقايق لو ما جيناش اعمل اللي قلت لك عليه. روحنا في ايدك يا ابو خليل. اعتمد. اعتمد. خلي بالك من الفلوس. طيب. فريدي موجود. مين عاوز؟ احنا جايين عشان الجير. اتفضل. اقعد. معلش اصل احنا مستعجلين شويه. جبت له فلوس؟ معانا بس نشوف البضاعه الاول. نشوف الفلوس تشوفوها. مخونه ولا ايه؟ بالزمن ده يا خال ما عادش له امان. والمثل بيقول حرس ولا تخون. قلت لك الفلوس موجوده ومن حق اللي هيدفع يشوف البضاعه اللي هيشتريها. ما تبقاش حامك ده. استريح شويه قبل ما ابعت اجيب البضاعه. اه هي البضاعه مش هنا؟ اه عقبال ما تشربوا الشاي تكون البضاعه وصلت. انتظر عليك فاضي بزح. مكانك لغربلك. لايق عليك الجنز يا جنز. استني شويه طالع لك. الله
انا شو راجل منك من هي دلوقتي لما تشوفه بيتشوي هتنطق. شيلوه ارموه في المايه. فلوس فين ولا تحصل زميلك؟ يبقى راسك الحلوه دي هتطفي شويه الجردوه. لا مفيش حاجه، مفيش حاجه بسيطه. الحق انت اللي جري ده. مفيش، طلعوا شوية نسوان. الفلوس معاك؟ معايا، والبضاعة كمان. طب تعالى وتعالى. البضاعة هيستلمها اللي أنت على ذمته. يا صباح الفل، أهلا بالرجالة. يا أهلا وسهلا. صباح الفل يا سليم بيه، أعرفك بالرجالة. إبراهيم، أهلا يا إبراهيم. مالك؟ لا تعويره كده لزوم الشغل. لا سلامتك. الله يسلمك. وده زينهم. اهلا يا زينهم. اهلا اسلم بيه. اهلا سعيد. يقول عليكم كلام كبير قوي الحقيقه. انا فرحت. ما تتفضل. اتفضل. اسلم بيه، دي فلوس. ها؟ ودي البضاعه. كلفوني حياه واحد صاحبي عز عليا. هدية مني ليك. فلوس يا زين، الفلوس بتروح وتيجي، انما الرجاله ما تتعوضش. خساره، المهنه باظت يا رجاله والكار بقى بيلم. الله يرحمه، مات شهيد الصداقه. يلا كلنا له. ما تفضل اقعد. اتفضل يا زين اقعد. ابراهيم اتفضل. ها تسوي ايه؟ انا عندي كف الصنف ما لبلتش المخ والمخيخ كمان. على فكره يا زينب، انا مش هنسالك جميل اللي عملتهولي في السجن ابدا. جميل يا سليم بيه، دي شك الدبوس. حلوه، قول شك الدبوس يا سعيد. اعرف سيادتك لو رصاص فيه هوا هيحصل لك ايه؟ زينب ده عشان زينب سمك. الله الله، لازم اقول سيادتك. ايه ولا لا براو. حياتي تعال معرفك على اجدع رجاله عثرت عليهم. تعال حياتي، ورده حياتي اللي الشمه منها تطول العمر. اقدم لك زينهم وابراهيم. شرفك. ما تيلا يا سليم، احسن انا كده هتاخر. جايين معاك كلنا، السهره عندك الليله. وماله، هبقى افرش لكم الارض برسيم. كده حياة بتسيب؟ طب ولا رمصه الليله. الله
وزخ. هتشيل الصنف اللي هو الزهرة. الله، ما تخليك محضر خير يا سعيد. خلاص نشيل زي النوبة اللي فاتت. لا لا لا، ما ينفعش. شوف الدولار النهاردة بكام. انا كل اللي اقدر اعمله اشيلك على قسطين. الو قول سليم. اه موجود بس مشغول شوية. قول كلمني اما يفتح. يا راجل ايه شوية. كش يا سليم، عايز تصطفين بيه مع شوية. انت كده. طب هقول له تعمل الشويتين دول. خليك معايا. هناك بقى عبد العال. المعلم ده شام معايا الخط، بيقول انه مستعد يشيل الصنف اللي عندك كله على 100 كاش. اقول له ايه؟ لان الراجل مستعجل. والله ما انا عارف اقول ايه. طبعا انت ما ترضليش بالخساره عبد العال، وده انت سامع. خلاص يا سليم بيه، كلامك ماشي على رقبتي. 100,000. ايه اوزعه؟ وزعه. مبروك عليك يا عبد العال. معلش يا معلم اتباعت. الله يبارك فيك. انا خيرها بغيرها يا معلم. مع السلامة يا معلم. سلام. مع السلامة. غريبة، أول مرة الدقشاني يبقى عايز يدفع كاش. السوق شاحح قوي يا سليم بيه. على رأيك يا سعيد. على فكرة يا سليم بيه، أيوة، اللي كان بيتكلم في التليفون حياة مش المعلم دقشاني. عايزك تكلمها ضروري. يا ابني ليه؟ لا براوة، براوة يا زين. الرمش ده
ده بقى عند ولاد الزوات يعني تخش شمال على طول. لعب الكحل الكحل سليم بيها عايزك. لغيها 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 وعشيها كمان. تعال يا سليم اقدم لك عبد الرحيم بيه. هذا المجلس عند ريت راجل ايديه بيضاء علينا في مشاريع الفراخ والمشاريع الجايه ان شاء الله. ان شاء الله. اهلا يا زينب. اهلا اهلا بنورتنا. اهلا بست الكل. يا اهلا بنورتنا. اهلا يا حلمة بيه. لا 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 سعيد كان عايز. مش معقوله كده ده كتير قوي. انا ما اقدرش على الحلاوه دي. لا يا راجل. ولا يا سليم بيه. والله يا احسن خليك مش قادر. قربيك حلو. ميرسي. اهو ده بقى يا سيدي زينب اللي قلت لك عليه. اهلا يا زينب. سليم بيتكلم عنك كلام كبير قوي. كلام الكبير ما يطلعش الا من كبير. ده سيدي البلغوطي بيه بلع السوق كله في كرشه مش سايب حاجه للغلابه اللي زي هنا. ايه طول عمرك تاكل وتنكر. بنت زواج طلعت من حوش بردة. كلهم كده. اسمك الحقيقي ده ولا الدلع؟ ايه؟ انت منين؟ اسمع يالا انا مش فايقالك سيبني في حالي. ها؟ الحق عليا انا ما جيتش وراك الا لما حسيت ان السلك ضربك وعايزاني. انت ليه؟ قولي لا. بصراحة بقى أنا عايز أنا وأنتي نبقى أصحاب. كمان؟ والله يا عيال على آخر الزمن أصاحب واحد زيك جاي من ورا الجاموسة. أنت أظهر عيشك بشك ما تعرفيش أنا مين. أنا زينهم جاد الحق. أرجل من كل الصيعة اللي أنت تعرفيهم وفوقهم سليم بتاعك ده. تعرف انت مشكلتك ايه؟ انت عامله زي الفرس الحرنانه بتدور على خيال ينجمك واللي شايفه في عينيك ان سليم يا دوب يعلفك. اسمع يا روح امك يلجمني ما يلجمنيش ده مش شغلك. وما مشيتش من قدامي الساعه دي ههفك قلم على خلقتك ان ما لزقش يعلم. دلوقتي بقى هنبقى اصحاب عشان ابليس في الجنب. فبرخي الحبل بس ما تشوفي. عارف يا لا ده انا لو عمي يا وعرجة وكيعاني خارجة وانت بقى اللي معاك مية المحياة مش هيحصل.
عارف ايه قيمة الحياة دي يا ابو خليل؟ لو تقدر تخرق السما دي وتطلع فوقها. مش عارف بس ايه اللي عاجبك في الحتة دي. احنا مش هنروح بقى. البنت حياتي دي لازم تبقى بتاعتي. بقول لك ايه، انت هتستعبط بقى ولا عاوز سليم يقتلنا؟ سليم ده ايه؟ ده خرنج صبيان اللي مشغلينه. عايز تملك واحدة زي حياتي لازم معاك فلوس. فلوس كتير قوي. معاك فلوس هتديك قوة. القوة والفلوس أي واحدة في الدنيا تركع تحت رجليك. مش أي واحدة بس. الدنيا كلها. طب ما تقلبش عينيك لفوق قوي كده لا تحول. احنا لسه يا دوب شامين هوا نضيف وما صدقنا القرش جري في ايدينا. بس ما ده قرش، ده لعب عيال. انا عارف ايه اللي جاي لي. ايه بقى ان شاء الله؟ البيضه الكبيره الذهب والفرخه اللي حضنها. الساعة 10 يا فندم. صباح الخير. صباح النور. انا مقدم عصر ابو عليم من بحث اداب. اهلا فندم، تحت امرك. في عندكم هنا صابون او بخار؟ في يا فندم موجود. رجالي وحريم؟ رجالي وحريم. رجاله فين وستات فين؟ رجاله من هنا وستات من هنا. في اخبارية دي هنا ان الرجاله بيخش عند الستات، ده صحيح؟ مستحيل طبعا يا فندم. ستات فين قلت لي؟ ستات من هنا. يا وائل. نعم. شوف ترخيص المكان. حاضر. بس يا فندم كده غلط. ترخيص. ايه في مباحث؟ تقضيش لبس هدومك. انت ايه اللي جابك هنا؟ سليم اتاخر على الماتش فبعتني اجيبك. دخلت هنا ازاي؟ انا ممكن اجيلك حتى لو كنت جوه وماما. انت عارف سليم ممكن يعمل فيك ايه؟ مش مهم سليم. هصوت والم عليك الناس. توضح نفسك. عايز ايه؟ عايزك. وبعدين؟ ما تتأخريش. دي لهم؟ ازيك يا امه؟ نشكر ربنا. زينهم خميس. زينهم ازيك يا زينهم؟ وحشني قوي. الله يكبرك يا خميس. اتفضل. امال فين اختك صابرين؟ صابرين سافرت مع جوزها العراق. العراق ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يسعدها. انت عامل ايه يا خميس؟ أنا في ثانوية عامة السنة دي. ثانوية عامة حتى واحدة؟ أيوة. وعامل إيه في الثانوية العامة؟ والله مش قوي يا زينب، يا دوب بوفق بين المدرسة والشغل. بتشتغل إيه يا خميس؟ بعد الظهر بساعد أمي وأبيع كازوزة، أفتح لك واحدة؟ أنت عارف بقى، الثانوية العامة محتاجة دروس خصوصية كتير عشان خاطر أطلع بمجموع. اتفضل. خميس من النهارده كل حاجه اتغيرت وهتاخد دروس الخصوصيه اللي انت عايزها. وانت يا امه ما عدكيش شغل بقى من النهارده ولا بيع عزوزه. وانت ايه اللي فكرك بينا؟ انا جيت يا امه بعد ما بقالي ايه ومركز ومعايا فلوس كتير قوي اهي، اقدر اساعدكم بيها واقف جنبك واشرفك واسد جزء من جمالكم عليا. امسكي يا امه. دي
قتلت مين المرة دي؟ لا أما أنت غلطانة في حق المرة دي بقى. أنا أما بقيت عضو في حزب كبير. طول عمرك الكذب في دمك. أنت فاكر عشان جايني ببدلة جديدة ومعاك شوية فلوس هتضحك عليا؟ كنت فين لما كنت محتاجالك وأنا لوحدي والدنيا بتشيل وتحط فيا؟ كنت فين لما الراجل مات غريب في بلاد غريبة ومعرفتش أدفن وسط أهله؟ حتى الكفن ما كانش معايا حقه. جاي دلوقتي بعد السنين دي كلها، بعد ما عركت وشقيت وطفحت الكوتة وبنيت البيت ده بالحلال، جاي تهدهوني بفلوسك النشفة؟ اخرج بره، اخرج. ياما انتوا اهل انا انت مالكش انت لا بتشطاني، انت مش ابن بطني، انت طالع لمين؟ ده ابوك من يوم ما هاجرنا ونزلنا مصر اشتغل شيال في المحطة، حتى المجاري سلكها، عمر القرش الحرام ما مد يده عليه، لكن انت من يومك والشر في دمك. دلوقتي خد فلوسك واخرج من الدار دي، اوعى تخطيها تاني وهصر. طيب يلا خميس. ايوه بقول لك ايه، مالكش دعوه بخميس، اوعى تكلمه تاني، مالكش دعوه بيه. استنى خد بلتك معاك. ليه يا امي؟ ليه بوظتيها كده؟ ده برضه ده معاكي. انا ماليش ولاد غيرك. ولدي مات من زمان. جنو جنو ما تزعلش من امي يا اخويا، انت عارف اكتر مني. ما تنساش ان هي دماغها ناشفه وعصبيه وهي اللي شالت الحمل كله لوحدها. جواز اختي وتعليمي وكمان اعرف الزباين. انا كان نفسي اشوفك من زمان يا زينب، انت كنت وحشني قوي. المرحوم ابويا وصاني وقال لي اخوك، اخوك يا خميس. ابوك مات يا خميس، انسى. خلينا في دلوقتي. خد ايه ده؟ ده الفلوس دي معاك عشان دروس الخصوصيه بتاعتك، واي حاجه هتعوزها اديها لك. عاوزك تلبس كده وتتفسح وتتمنجل وتخلي بالك من امك، حطها جوه عينيك. واذا سالتك على الفلوس اوعى تقول لها ان انا اديتك حاجه. ماشي ماشي. بس انت بتشتغل في ايه دلوقتي يا زينب؟ انا بشتغل اعمال حره. اعمال حره؟ طب ما تشوف لي شغلانه معاك. انا تعليم بلا وجع دماغ. بقول لك ايه، انا هديك كل اللي انت عايزه بس تكمل على ايامك، فاهم؟ فاهم يا زينو. لا اقول لك يا خميس، انت تعرف انجليزي؟ يس ونو والحاجات دي. يعني تعرف تعلمني كلمتين اسلك بيهم في البيزنس بتاعي؟ قوي قوي، انا تحت امرك. اني تايم. ايه؟ اني تايم يعني اي وقت. طب خلاص هبقى اغطس يومين كده واجي لك. ماشي. خلي بالك من امك. التسليم هيكون في نفس المكان مش كده؟ ايوه وكل حاجة مترتبة. اوكي. هو سليم ما جاش معاكوا ليه؟ والله سليم مشغول شوية. يعني كنت عايز ضروري. في ايه؟ في صنف جديد كنت عايز اتكلم معاه فيه. خير. هيروين. بودرة تاني؟ ما انت كلمت سليم بيه المرة اللي فاتت ورفض. ايوه بس الوضع لا تتغير. عمليه الانفتاح والعلاقات الجديده اللي بيننا دلوقتي سهلت السكه لحاجات كتير قوي. ده غير ان كيس هيروين واحد مكسبه قد طن حشيش وتهريبه سهل وبسيط. مستر الياهو من خرج من كارو تقل مقداره، والمثل بيقول اربط الحمار مطرح ما يقول صاحبه. بس خلينا نكمل كلامه يا اخي. عيبكم يا سعيد انكم مش عايزين تتقدموا. انتوا لازم تبصوا لقدام. والكيس يساوي كام يا خواجه؟ ما بين 15 و20 الف دولار. الكيس بعد الخلط يبقى 10 كيس.
يعني الكيس يعمل 200,000؟ نهار اسود. طب ممكن نشوف عينه؟ قلت لك اسكت خالص، انت مالكش دعوه بالحكايه دي، احنا ما نعرفش نتصرف من غير وجود سليم بيه. ما نعرفش نتصرف يعني ايه؟ قلت لك اخلص خالص. انت تعمل عليا يا معلم؟ انا معلم غصب عنك وعن اللي جابوك. بصراحه مصر الياهو، لا انا ولا البني ادم ده نقدر نتصرف من غير وجود سليم بيه. اوكي. لازم تفهم ان دورك هنا تفتح عينيك ودانك كويس وبس، فاهم؟ انت فاهم ان سليم ده اهبل هيقول لك برافو خد الفلوس واعمل اللي انت عايزه؟ لا يا محمد. اخلص بقى يا اخي جبت لي صداع. انت بحدودك لازم تعرف ان انا المسؤول هنا، انت انا ضجي وبس، حته صايع جربوع خريج سجون، انا اللي خرجتك في السجن وممكن ادخلك فيه تاني. لا تكون فاهم ايه؟ سعيد الميه حلوه قوي يا سعيد. نعم يا اخويا. لك حمايه ولا ريحتك وحشه عامله زي المجروح طاح. انت بحدودك لازم تعرف ان انا اللي لميتك وشغلتك معايا هنا. سؤال يا جربان. انت عارف انت مشكلتك ايه يا علاء؟ انك غبي وبقف كمان. انا فعلا غبي ان انا وافقت سليم يجيبك معايا هنا وشغلتك معايا، كان فاهم ان انت هتبقى حاجه وراجل من رجالته، لكن طلعت حمار وطول عمرك هتفضل حمار، وليه كمان حمار، فاهم ان انت ممكن تعمل حاجه. بص يا زينو، انت ممكن توصل لفوق، مخك نظيف وقلبك جامد، واللي عاجبني فيك انك فاهمني قوي. بلدكم يا زينو ما انتشرش فيها الهيروين لحد دلوقتي، وسوق عندكم واسع وممكن تستوعب اي شيء جديد، بالذات ان الهيروين ادمانه سريع، يعني الطلب عليه كل مدى ما هيزيد، واللي هيسبق هيبقى البريم. واللي قلقني يا زينو ان سليم مشغل معاه ناس مش تمام. كان جاسوس البوليس وبيلعب على وشي، وده ناس يهموني السجن، وده نصيبي الخايب. انا عمر ما عضيت الايدي اللي اتمدت لي، وعمر ما كنت خاين. الوسخ ده انا عمر ما حبيته، كل اللي اعرفه عنه انه كان خاين، السبب في موت واحد صاحبي عز عليه قوي. غار انا قدامك اهو، عايز تعمل معايا شغل انا تحت امرك، مش عايز يعني. انت اكيد اتجننت، عايز اشتغل في حاجه معرفهاش وبكميات كبيره كمان. طب ازاي 100 كيلو بخمسة مليون؟ يعني في السنه يعملوا لك 50 مليون، يعني قد الخمسة طن حشيش اللي انت بتشتريهم 25 مره، ده غير بقى انه قد الفيل وتصرف منديل ويتهرب مرتين في السنه بس، ويا دار بدخلك شر. 5 مليون اجيبهم منين؟ طب وحتى اذا جبتهم احطهم في حاجه مش مضمونه؟ ان كان على الفلوس انا هتصرف، ممكن المهم لك النهارده، وشرف امي ما هيفوت 6 اشهر الا لما يكون كل شيء تذاكره بيشم من الوزير للغفير. والله وبارك كلمه في السوق يا زينهم. بقى عايزنا نلعب في البودره؟ ما نلعبش ليه يا ريس؟ يا سلام. طب تعرف ايه انت عن البلعوطي؟ تعرف ايه عن ولاد الفيل؟ البلعوطي على الفيل مع رجل انا هقول لك مش على راسي، انا في حالهم بجدمتي. شوف يا سليم، الوضع دلوقتي بقى فل سلام وحدود سالكه، واللي مش هيعدي دلوقتي عمره ما هيوصل، واحنا لازم نكون قد اللي بيحصل حوالينا، نكبر ونتوسع ونمسح البلد من اسكندريه لاسوان ومن السويس للسلوم. اكبر لوحدك يا حبيبي، وخلي الياهو بتاعك ينفعك، بس هقول لك كلمه خليها حلقه في ودنك، الياهو ده تعبان ملوش امان، اول ما هتديله ظهرك هيلدعك. ولا فاكرني صدقت ان سعيد كان خاين؟ ولا يمكن انت والياهو بقى تعرفوا حاجات انا معرفهاش؟ قصدك ايه؟ قول انت، مش يمكن انت والياهو طبختوها سوا؟ يعني انا كداب يا سليم؟ غلطه عمري اني امنت لك وبعتك هناك. اسمع، انت تسيب العمليه تمشي زي ما هي واستاجد الياهو واتمضى في العمليه، فاهم؟ امضل؟ ماشي يا كبير. ايوه يا كبير وحضر كبير، انت فاهم؟ زينو، فاكر لما جيت تشتغل معايا قلت لك ايه؟ قلت لك اللي عايز اعمر في شغلتنا يطلعها سلمه سلمه، لكن اللي عايز ياكلها ولعه يستحمل نارها ويكون قدها، فاكر؟
لا البضاعة لسه على وصول. ما قلت لك ما تخافش. السلام عليكم. لا يا فلوس. انت بتشتغل مع عازين ومجاد الحق. اه اتفضل اقعد. ماشي. اه. وبعدين هنوي نشتغل مع بعض على طول. بزنس از بزنس. ده كلام. معلش انت ما تعرفنيش ولا انا اعرفك تجيها لك. انت كنت عايزك تقف جنبي وكلمني الناس بتوع اسكندريه. في حاجه ثانيه يا حسين؟ انا عارف انهم حبايبك. مليون تحطه في شنطه لوحدها. ها؟ ماشي يا امير. ماشي. مع السلامه. يبقى كله تمام كده. ازيك يا خميس؟ الحمد لله. ازي امك كويسه؟ بخير يا زينب. وصلت لغايه فين يا ابراهيم؟ وصلنا ارنب وشويه مصري وارنب ونص امريكاني. عملت ايه يا زباله؟ 150 باكو امريكاني، سامي بيه بيقول لك عايز المبلغ بتاعه مره واحده، بدل ما بنقطه كده. هو هيشتغل لي من اولها سامي ده؟ طز فيكوا فين؟ ابراهيم شوف. الو. اهلا اهلا، ازيك يا سامي بيه؟ نور الدنيا كلها يا حبيبي. لسه كنت في سيرتك دلوقتي؟ كل خير طبعا. بقول لك يا وسيم، احنا بنشتغل مع بعض شغل عالي قوي، مش عاوزك تزعل، احنا بنلم الفلوس من الشارع، ورحمه امي المره الجايه الفلوس هتكون عندك على داير مليم. لا طمن، زينهم كلمته واحده، وبكره الايام هتثبت لك. حبيب قلبي، مع السلامه. ابراهيم. ايوه. مصر ده اللي بقى مكان على يوم الاربعاء. قبل الاربعاء كمان. خد الخميس. خلي بالك من المنيا على ما اخد بالي من الدرس. ايه اللي جاك؟ سليم مش هنا. انا مش جاي عشان سليم، انا جاي لك انت. خير؟ سليم على طول. تعالي جنبي يا حياتي، في كلام عايز اقوله لك. لا قولي، انتوا سبتوا بعض ليه؟ يعني شيل ده من ده ارتاح ده عن ده. نعم يا سيزان. بتحب العيال؟ نعم. العيال اطفال. ايوه بحبهم، ما بحبهمش العيال. انا كمان بحبهم، صبيان بنات ما تفرقش، نفسي بقى عندي عيال. اسمعي، انا ابتديت حياتي من تحت قوي، جعت واتبهدلت واتسجنت، تعليم مفيش، كل ده مش مهم. المهم ان انا فهمت الدنيا كويس قوي، وبقالي اتصالات على مستويات كبيره، والدنيا ابتدت تضحك لي،
لو معايا بقى ست اللي تعشش مفيش قوة في الدنيا هتقدر تمنعني. ساعتها اقدر اطلع لفوق واخرق السماء. اللي عايز اقوله لي في حياتي ان انا محتاج لك انتي في الحلال تبقى مراتي ومعيالي. وسليم سليم خلاص خلص. فكري كويس حياتي. طبعا طبعا عارف سعادتك. ازيك يا باشا؟ كويس. في بقين بينا. بقين اللي مؤاخذه انا ما قتلتش حد قريب ولا حاجه يعني. والراجل اللي دف الجير. الراجل ايه اللي دف الجير؟ يلا معرفش انت بتتكلم عن ايه يعني. هتتكلم والله اقطع عنك الخلف. طب ممكن نتكلم في الهوا شويه؟ ممكن. وبيقولوا انك بقيت اكبر واحد بتدخل هروين. وفي الحاله دي اللي يحسب الحسابات في الهنا يبات. بقولك ايه، وفر على نفسك كلام وهات الاخر. عايز كام؟ 3 بواكي كل شهر. كتير. زيك زي غيرك. وبعدين الحكايه دي بتكلفني كتير. يعني كل بير قدامه 100 بلاعه. ثم يا اخي احنا ملناش نفس نركب خنزيره زيك ولا منلقش. الله 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 الله. ماشي. طب اعرف منين بقى انك اخر واحد قبلهم؟ ماليش دعوه، انا بلعب في الحته بتاعتي. يا زينهم الايام اللي جايه ايام عز، واللي هيعرف ازاي يسلك هيطير في العلالي. وزي ما بيقولوا كمان، الايد اللي ما تقدرش تقطعها بوسها. قلت ايه؟ امال بتقول انك بتشرب يعني؟ وانا قدك كده كنت اشرب طعم قد ده الواحد. كان جاي يديك الحصه يا اخي في المكتب، وبعدين انت اتاخرت، قلت اما اجيبه معايا هنا. هنا يا ابراهيم زوم. اوعى تيجي هنا تاني، انت فاهم ولا لا؟ طيب على البيت. امشي يا شربات، امشي. اتكل على الله. ما قوي كده. اسمع يا ابراهيم، انت مالكش دعوه بخميس خالص. الا خميس، انت فاهم ولا لا؟ حاضر حاضر. روق روق. الا خميس. خلاص فهمت يا زينب. هات حجر يا ماجد. اطلع يا ريس اطلع. فين يا بيه؟ انت غبي؟ خير يا باشا. ايه عايز يا حبيبي؟ ايه؟ عايز ايه؟ ايه؟ بيبسي. هات له بيبسي. انت اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ محمد. اسمك محمد؟ اسمك محمد. مدرسة يا محمد؟ انت في مدرسة؟ مدرسة ايه؟ ايه؟ فروق. فروق؟ ما شاء الله. سنة ايه يا محمد؟ بصلحها لك ايه؟ زي ده. عايز لما تكبر تبقى ايه؟ 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 ضابط. عاوز لما تكبر يبقى ضابط. ضابط. ازيك يا محمد؟ ده كلنا ضباط. يا سلام. انا نفسي اخي يبقى عندي حته عيل زي ده اربيه واعلمه كويس. مش يمكن يطلع وزير ولا رئيس وزراء. سواء هيطلع وزير داخليه. تبقى مصيبه. بابا وماما فين يا حبيبي؟ ماما انا وبابا مسافر. بقول لك ايه يا حظامة محمد؟ اسمع، تعرف تعاكس البنوته دي؟ اه
صحاب. خبرينا كده. يا ولد يا عيني عليك. اتنين مساطيل سافروا الخارج، رجع واحد منهم بس لوحده، قابل واحد صاحبه، قال له امال فين يا جدع صاحبك اللي راح معاك امريكا؟ قال له راجل ده احنا رحنا امريكا من هنا واتجنن في عقله من هنا، طلع عماره كبيره قوي 500 دور وراح رامي نفسه من الدور ال 500 وقع في ثلاث ايام. قال له تلاقيه مات بقى؟ قال له طبعا مات ثلاث ايام بحالهم، لا اكل ولا شرب. واحد مسطول حب يطخ مشوار يستخبى له في الدور، مسطول خد في دماغه الست طلقات دماغه صدعت. كاسيت 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 كاسيت. فكرت في اللي قلته لك؟ اوعى يا زينب مش وقت. امال امتى؟ وسع يا زينب بلاش مشاكل. ما وسعتش هيحصل ايه؟ ابعد يا زينب ابعد، خلي ليلتك تعدي. ما عادش هتعمل ايه؟ ياسر الشاطر انا عرصتي جامده وانت مش قدها. حصلنا الرعب يا سيدي. طب انا مامورك يا زين. يتسلطن تطلع زرابين على السميه او هات يا سعيد. الفرخه بس هي اللي بتؤمر في سكتها. احنا جايبين شكلنا سنين مخالين. طب ماشي. ماشي يا سيدي. بس انا مش صغير، انا عارف انا بعمل ايه كويس. خلاص 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 بالهداوه كده يا خميس. الله اكون خايف عليك، انت لما جيت هنا كان حلواني كده وخلاص. يوم يضربنا ابراهيم وهزقنا واصحابي وانا اللي كنت فاكر ان جاني اخ حنين هيحوضنا على كل اللي فات. خلاص خلاص قوم قوم نفض نفسك في التراب ده. قوم قوم بقى. الله لو اتاخرت هروح انا. مشيش انا رجالك. انا مش عايز غير مصلحتك يا خميس. ما صورش انا فرحت قد ايه لما جيت لقيتك في الثانويه العامه. عارف يا خميس وانا عندي 9 سنين كنت اطلع على محطه سكه حديد البلد في ايديا كتاب عشان اذاكر على نور المحطه، كنت اشوف البوابات والسياح راكبين القطر بتاع النوم طالعين على الاقصر واسوان، كنت اقول لنفسي امتى هتصلح كده وانضف ابقى زيهم واركب قطر. ما تردش بنفسي اللي وانا رامي الكتاب ومسطع على القطر ونازل على مصر دفعت الثمن اللي محدش يعرفه غيري، عشان كده مش عايزك تطلع وتبقى زيي.
الموت. ولا خير يا زلمة بيت العربية بتاعتي حاول تخفيها وقول للسباع والحين يجوا حالا دلوقتي. عمرك سليم في الحوش يا زينهم بيه. انا دورت على ابراهيم في كل حته، قلبت عليه الدنيا وملوش اثر. انا عارف هو فين، عند اهل كتكوت. كتكوت امرك يا زينهم بيه. انت تعرف سليم؟ اعرف. هو يعرفك؟ يعني شافك قبل كده؟ عمره ما شافك. اسبقونا على النص اللي قبل الحوش وهجيب ابراهيم واجي. نازلين تحت السرير. طلعوا على السرير يناموا، بقى هو شخر فوق وانا بوس تحت، وهو شخر وانا بوس. وبعدين ايه بقى؟ يلا. ايه في ايه؟ يلا. طيب. استنيني هنا. على ابراهيم. عمل فيه كده؟ واحد غلس حب يبوظ عليها السهره النهارده، بس هيروح مني فين؟ زين هم اتضرب عليه نار سليم بيه. مين ابن الكلب اللي عمل العمله دي؟ هو انت تخفى عليك حاجه يا سليم؟ يبقى اكيد هو البلعوطي، دي طريقته وانا عارفها. انت شفت اللي ضرب عليك النار؟ وعملت لهم فيش وتشبيه. هم كام؟ اتنين. ريح نفسك انت يا زينهم وسيب لي الموضوع ده وانا هجيب لك قرار. روق انت بس ما تشغلش. ها ما تشغلش بالك يا سليم، كل حاره ولها غجر. طب ما تاخد شويه عصير بقى عشان روق اعصابك. روق دمك انت حبيبي. أه ولا انت بريم؟ شايل ده ليه؟
ده منجها. استنى حد استنى. لا سليم بيه موجود. ده عايز منه ايه؟ قول له العمليه باظت والعصفورطه. طب خلاص اخلع انت بسرعه. يلا يلا غرجك نيله. وارد كلب صايح ما اعرفش جه منين. قال عايز حقنه ماكس. ده اللي كان ناقص نضرب سرنجان على قفا الذنب. الواطي طول عمره واطي يا سليم، ودي الكلب عمره ما يتعدل. اللي بتقوله ده يا زين انا كسبت من وراك صحيح، لكن عمري ما خنتك. لاخر لحظه كنت مخلص ليك، لكن انت نتن. ما تفهمنيش غلط يا زينو، ده انا اللي جبتك وامنت لك وخليتك تبتدي، ولغايه دلوقتي بعمل لك. اختلفنا ما قلتش حاجه، لكن انا لا يمكن اعمل كده صدقني يا زينو. العصفور طار وجالك يا سليم. سنجري اعمل حاجه يا سنجري. دي قنتك يا سليم وانا في حتتك. سامحني يا زينب، الشيطان شاطر ضحك عليا. عفى الله عما سلف يا زينب. سامحني، اديني فرصه وانا حدي لك نص فلوسي. لا لا لا، انا هديك فلوسي كلها. خد فلوسي كلها، خد حياتك. انا عارف انك عايز حياتك، خدها وسعها. لا لا يا زينب ما تموتنيش، انا غلطان وندله كمان. أنا بتكلم إنك أشهد ولا لا؟ ما تخافش، مش هموتك يا سليم. ربنا يخليك. طيب رافعك شعرك طول عمرك، مش هتسألك. خلاص على كلبك أرواح. لا معلش يا سنجري بقى، طيرت لك زبون. عموما دي نهايه كل خاين، بس برضه ما كانش يصح تقتله قدامي. قدامك وراك محصلين بعض. ما تشطحش يا زلمه. انا ولا انت يا رمه؟ ما تنساش ان انا ظابط. مين قال انك انت ظابط؟ دياب هشجع الاهلي ولا الزمالك يا دياب؟ هشجعك انت يا زينهم بيه. فوت عليا في المكتب بكره. مبروك يا عم الشغلانه الجديده. التليفون دلوقتي قال الداخلية مقلوبة علشان الحاجات اللي حصلت اليومين اللي فاتوا دول، والراجل اللي راح قبضوا على ناس كتير قوي. حققوا مع دياب بس هو في السليم. كل سنة وانت طيبة. وانت طيب. هنسافر ان شاء الله.
والله ما كده. سلم لك يا جماعة. كل سنة وانت طيب يا زين. أهلا حبيبي. كل سنة وانت طيبة يا ست الكل. ميرسي يا عبد الرحيم. والله والله الفن خسر كتير من ساعة ما سبتيه. كل سنة وانت طيب يا حبيبي. بعد عبد الرحيم بإيه؟ ناخد كاسين شباب. كلها كم شهر وزنهم الصغار يشرف. نيل. طب امسك ديرة مسالم على مراتك. مبروك يا ست الكل. عقبال عندك. كل سنة وانت طيب يا زلمة. طيب ولو. كل سنة وانت طيب يا زلمة. وانت طيب. ليه التعب ده بس يا ولو؟ عقبال من هادي زينهم الصغير بإذن الله. لما المدام تفوق لنا شوية. أنا إذنك. اتفضلي يا حياتي. استأذن أنا زمان. لا هنيجي طبعا استناني في المكتب يلا حاضر عن اذنكم اتفضل اهلا الو ايوه موجود مين عايزه ليه طب خليك معايا تليفون من بره الو اهلا يا خواجه وانت طيب والله فيك الخير يا خواجه طبعا ان شاء الله يعني زي كل مره لا تزيد ولا تخس طيب شو يوصل سلام يا خواجه سلام انت حكايتك بقى حكايتي ايه ايه اللي موقفك مع العالم دي؟ عالم مين؟ مش انت اللي عازمهم؟ ضيوفك وبجمالهم. انا ما لقيتش غير العالم دي اللي تقف معاها. امال احنا عايز نقف مع مين؟ مع مناح ولا عدوي ولا ابو زيد؟ ولا مع مين؟ ولا ما تصعش عليا. بطل قبل خد عروتك وروح. زينهم البلعوطي عايزك. اطلع مالكش بره. اتفضل يا بلعوطي. يا خميس يا خميس برضو الوقفه مع العالم الكارته دي ملهاش اي لازمه ما تروح يا اخي تشوف لك بنت حلوه وتروق نفسك معاك حق سلام سلام عبد الرحيم نعم يا عبد الرحيم انت قعدت تسهر مع السواقين فين بقيت رجاله حفله بقى وزمانهم بينهم بينهم ايه يا عبد الرحيم روح شوف الاثنين في ناس اكابر جوه هتخرج دلوقتي اهو مش عارف الم حقق زينهم مصاريني كلها بره والصغيرين تعبني وبينقطوني هم بصراحة معذورين ما انا مضطر ازود عليهم السعر وحياة ولادي بضاعة جديدة بكسب فيها بصراحة زينهم اسعارك بقت غالية قوي كل يوم بتزيد عن يوم بعد التاني هاوت شوية زينهم عشان المسألة تمشي كيف المزاج يجيب له معلقة دهب يا حبيبي ما انت عارف اللي فيها زينهم البضاعة بتكلفني كتير يا بلاوطي انت فاكر انا بدخلها بالسهل انا في كل مرة بشيل روحها على كفة انا ورجالة ايه ده ملوش تمن ده غير ألف بق ورايا لازم اسد وانت فاهم كويس خلاص انا هقولك على حاجه تريحك وتريحني سلمني البضاعه بره مصر وانا ادخلها بمعرفتي وانت الكبير برضه يا زينهم واللي هتؤمر بيه هتاخده انت تعرف تدخل بضاعه من بره بلعوطي انا برضه ليا رجالتي وناسي الله طب لما انت ليك رجالتك وناسك وتعرف تدخل بضاعه من بره طب ما تشتريها بالمره يا زينهم انا عايز افهمك يا زينهم العب يا خساره كان نفسي انا وبقيه الرجاله نتعاون معاك لكن عقبال 100 سنه جواز
التعلوك اللي حصل ده هما دول اللي بيحموني؟ مالهم؟ بيستريحوا لهم شويه طول الحفله واقفين على رجليهم. دي 5 كوبايات شاي يشربوها. هتعد عليهم كمان كوبايات الشاي. انا ما عجبنيش الشغل ده. دول حرس دول؟ امال ايه؟ كراسي؟ دول يتقشوا برشه واحده. يتقشوا ده ايه يا زينو؟ ده البوليس نفسه ما يقدرش يهوب هنا. اتلحظ يا بني ادم وانزل اعمل لك حاجه. ماشي، هنزل اشوفهم. شوفهم ده ايه؟ انت تنزل تضربهم بالجزمه. مالك يا زينهم، جرالك ايه؟ انت مش شايف انك مزودها شويه في موضوع الحراسه ده؟ 30 واحد بيحرسوا الفيلا غير اللي واقفين في الشارع. احنا بنصرف 10,000 جنيه في الشهر على الحراسه. ما يهمنيش، ده اللي يخليني انام. انا اصرف 1,000,000 ولا اعيش مع زبعوطي واقف فوق راسي يفرتك لي برشاشه. لا 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 يا ابراهيم، لا انت اتغيرت ما بقتش زي زمان، ريحت. احنا وصلنا لحد اللي احنا فيه ده بعد ما تعبنا، لازم نحافظ عليه. عملت لي ايه في موضوع يوم الخميس؟ يا زينو ولا حاجة، تعالى يا خميس. عامل ايه في الجامعة يا خميس؟ مفيش جديد، اهو بنتعلم. تعلم ازاي وانت بقالك شهرين ما رحتش الكلية؟ انت عاوز تسقط السنة دي كمان؟ والله انا بعمل اللي عليا. وبعدين يعني هم دخلوا شهادات، عملوا بيها ايه؟ البلد مليانه متعلمين. اتفضل. انت بتتاجر في الصنف ليه؟ ما بتاجرش. كذاب. دبة النملة في السوق بتوصلني. انا مش عارف بس ايه اللي ناقصك. موازني؟ موازني ابقى خميس جد الحق، مش خميس اخو زينهم. ما هو انت لما هتكمل علامك هتبقى خميس. علامي؟ إذا كان أنا بصرف 1,000 جنيه في اليوم، العلام هيجيبهم لي؟ هيعمل لك قيمة. إحنا هنفضل نضحك على نفسنا لحد إمتى؟ الكبير كبير بقرش في الزمان ده، وزي ما أنت بقيت زينهم أنا هبقى خميس. نسيت الكلام اللي انا قلته لك والوعد اللي انت وعدتني بيه؟ احلامك دي بحققها في عيالك مش فيا. انا خلاص عرفت طريقي. انت اظهر ده انت ما تبقاش عارف مين اخوك زينهم. انت فاكر انك تقدر تبيع جرام واحد في البلد من غير اذني؟ انا معلمين كبار قوي طبقت عليهم كفري وفتحتهم وبقى لهمش اثر. شوف يا خميس، انت دلوقتي هتلم هدومك وحسلم مفاتيح الشقة والعربية، ومش هتفارق بيت أمك إلا بإذني. أنت فاهم هنا؟ يا رب! بطلي شم بقى، بطلي. شوفي شوف خليتك عاملة إزاي؟ عايزه تموتي انت حر، بس ابني لا لا. معنيش ليه؟ فوقي بقى، فوقي بقى، فوقي.
مات انا. مات. انا عارف اني تعبت كتير وعدت عليك ايام انا ما كنتش فيها جنبك. بس انا هتغير حياتي. وهنعيش انا وانت مع ابننا زي بيت كل الناس. ما تقدريش تصوري قد ايه انا نفسي تخلفي لي عيل. صدقيني يا حياتي انا لسه بحبك. انت ما بتحبنيش. ما تعرفش تحب غير نفسك. طيب معلش يا حياتي. وعمرك ما هتتغير. هتغير مش هتتغير. انت بقيت اعمى مش قادر تشوف. مش قادر اشوف ايه بقى؟ حياتنا. بص على حياتنا. مالها حياتنا؟ ما فيهاش حاجه كويسه. فين العيشه اللي انت قاعد تقول فيها مواويل والحب والاستقرار والامان؟ نقعد مع بعض ونسافر مع بعض. انت احنا فعلا انتهينا يا زينب. أول مرة بحس إن أنا مش طايقة. غير هدومك حتى عشان نخرج. أنت ما سمعتنيش. أنت عايزة إيه؟ أنت مش عارفاني كويس ولا إيه؟ أنت فاكراني هسيبك تشم وتموتي ابني وأسكت؟ استحملي يا حياتي. استحملي عشاني. عشاننا. عشان حياتنا تبقى كويسة. وانا هقعد جنبك من النهارده. اي حاجه هتطلبيها اجيبها لك. اي حاجه عايزاها هنفذها لك. انا هقعد جنبك لغايه لما تولدي. هتقعد جنبي كتير. انا نزلته يا زينو. نزلته. عارف ليه؟ علشان اللي زينا مش لازم يبقى لهم عيال. لعلمك ولد. بقول لك ولد. زنهم للمقاولات. أكبر صرح اقتصادي في مصر. أضخم المشروعات السكنية والمراكز التجارية. مدينة زنهم السياحية في الكيلو 26. 10,000 وحدة سكنية. فيلات. وحدات فاخرة. مراكز تجارية على أرقى مستوى. بط الزفت اللي انت تسمعيه ده. زنهم للاستثمار وتوظيف الأموال. مع زنهم انت في يد امينه. مشاهدينا الاعزاء، ما زلنا بنواصل حملتنا للقضاء على ظاهره انتشار المخدرات في مصر. وفي اطار هذه الحمله بنلتقي بسياده العميل عادل مدير اداره مكافحه المخدرات. اهلا بك يا فندم. اهلا بك يا فندم. ما زلنا بنطرح السؤال الذي يهم كل ساده المشاهدين. متى يتم تماما القضاء على ظاهره انتشار المخدرات في مصر؟ وخصوصا ان اخر تقرير بيقول ان حجم استثماراتها يتراوح ما بين 15 الى 20 مليار دولار سنويا. نشاط الاداره عمره ما هيتعطل، بل بالعكس بيزيد. يعني احنا السنه دي ظبطنا حوالي 33 طن من المواد المخدره والمواد التخليقيه. بس الحقيقه احنا بنطلب قانون اعنف واشد من كده. يعني نتمنى اخر العام انه يصدر قانون باعدام التاجر والمهرب على الاقل. وفي كمان كشف باسماء عدد من تجار ومهربي المخدرات قدام المدعى العام الاشتراكي لسؤالهم عن مصدر ثرواتهم. في حاله دي بقى الناس دي ورانا ملهاش شغل غيرنا. ناديه مدعى اشتراكي. انا فكرت كتير. مش هنروح بقى ولا ناوي تخلي الهنا؟ لا نخلي الهنا. ما كنتش عايز هنا. ماله هنا بس؟ ده انت في نعمه الناس كلها حاسداك عليها. اشتقت مصر ولا اشتقت للكباريه؟ هو كان ارحم من الملل والقرف اللي انا فيه. ما انت حنيت الايام زمان، نفسك تهز وسطك تاني والزباين ينقطوكي. تلم يا زينهم وبلاش قله ادب. احبك وانت محترم يا بدنجان يا ابيض. عارف انت بقيت ايه؟
ايه وشك بشك بقيت محدث نعمة. مش مهم انك حليوة، مش مهم انك انت شيك، المهم انك مؤدب، وده هو اللي عجبني فيك. تعالي تعالي يا بازر معاك تعالي. انا ماشي. خش رايح فين؟ يا ريتني لما نزلت معاك. امين لقيتك انت. واحد ولا واحدة؟ عيب يا كلا انك بتحب النسوان اكتر من الفلوس. وانت الفلوس هتجننك. على فكره مراتك عندها حق، بقيت حيوان فعلا. ما انت تافه زيها. ازق مقه. ازيك انت بتحبني؟ يا خيبه. فتح المحضر في الساعة الواحدة ظهرا بمقر جهاز المدعي الاشتراكي. نحن المستشار سيد كريم مساعد المدعي الاشتراكي وأسامة حسونة أمين السر، بناء على استدعائنا زنهم جاد الحق علي للحضور اليوم. حضر المذكور وسألناه بالآتي أجاب. زنهم جاد الحق علي 39 سنة، راجل أعمال وساكن في المقطم. ما قولك فيما تضمنته الصحيفة ثوابك؟ دفعت الثمن غالي والله يا سعادة الباشا، بس الحمد لله ربنا هداني وبعدت عن الحرام، وربنا يكفينا كلنا شر الحرام. طيب ما قولك فيما تضمنته الشكوى من مجهول وتقرير وزارة الداخلية من أنه سبق لك للتجارة في المخدرات، حشيش وأفيون وآخرها هيروين؟ يا سعادة الباشا، تقرير الداخلية مبني على قضايا اتهم فيها آخرين، وتم الزج باسم موكلي كذبا وزورا بغرض تخفيف الحكم عن أنفسهم والنيل من سمعة ونزاهة هذا الرجل الشريف. سعادتي لو عندكم حكم محكمة واحد في قضية مخدرات أو مستند طلعوا. زينهم بيه يقصد أن صحيفة سوابكم من آخر مرة اعتقل فيها ظلم في أحداث 18 و19 يناير لحد النهاردة نضيفة. عايز تقول يا سيد زينو ان المشاريع دي كلها مزارع عجول والبان وشركة مقاولات ومخازن خشب ومصانع جلود، ده غير الملايين اللي في البنوك كلها اتعملت في 4 سنين من الهوا. دي ارزاق يا باشا، ربنا سبحانه وتعالى ما بيرزقش من الحرام يا سيد زينهم. انت متهم بتضخم ثروتك من تجارة المخدرات وانت بتقول لا. طيب قول لنا بقى، جبت الثروة دي منين؟ ورثتها ولا هبطت عليك من السماء؟ أنا عايز المستندات اللي تثبت فيها صحة أقوالك. يا سعادة الباشا، زينهم بيه راجل مظبوط وشغله كله علني، وكل مليم كسبه له أصول، يعني جايلك من الطريق العدل اللي سعادتك بتحبه وعودتنا عليه. أنا عايز سعادتك تطمن خالص، المحاسبين موجودين وحوروا لك كل الأوراق اللازمة. أنت راجل حق وأنا أحب الحق. أنا شغلي كله سعادة البيع على ما يبيضة. وده إيه؟ ده كشف مشروع إسكان الفخر بتاع المعادي، ودي تكاليفه. تكاليف المشروع كام؟ مكتوب عند حضرتك يا فندم 1,250,000. الميزانية معتمدة يا باشا. طب لو سمحت يا أستاذ صلاح، ملف الضرايب. ضرايب يا صلاح. إيش يا أبو صلاح؟ كام عمارة لسه ما تدوش؟ 6 وبنشطب فيهم. وادي كشف كامل يا فندم بالعربية اللي دفعت للشركات المساهمة. حوالي 8 مليون وباقي 4 مليون دي. ممكن نشوف ضرايب المشروع ده؟ أبدا. لسنة 82. ده في تهرب اهو. لا يا فندم، ده تقدير جزافي لمصلحة الضرايب، وإحنا اتعمرنا فيه وكسبناهم وسددنا 1,736,000. وده إيصال بكافي. اتفضل. يعني كله تمام. تعالى الضرايب مدفوعه الحمد لله يا سعاده الباشا، على ميه بيضه الحمد لله. فاكر يا زينهم اول ما اشتغلت معايا ما كنتش انت العميل الوحيد اللي عندي، انا عندي عمله في البيت كتير، كان اللي بياخد كيلو دلوقتي بياخد 10. عايز تقول ايه يا خوي؟ عايز اقول انت من ساعه ما اشتغلت معايا وانت نفس الكميه. توزيع ضعيف. السوق عندنا ما يستحملش اكتر من كده. ازاي؟ بالعكس ده يستحمل قد كده مرتين وثلاثة. انت هتفهم بلد اكتر مني؟ يا زينهم انا مش عايز اشتغل مع غيرك. ما انت ما تقدرش تشتغل مع غيري لان ما فيش جرام يقدر يخش البلد من غير اذني. ما تنساش يا زينهم انا اللي عملتك، وزي ما عملتك اقدر اعمل غيرك. انا ما حدش عملنا من سيولياو. انا اللي عملت نفسي.
تنساش بقى انا اللي فتحت لك السكه، وانا اللي ممكن اقفلها. انا هاخد منك نفس الكميه، ولو السوق طلب اكتر هقول لك. اسكيوز مي. اخبار الشغل ايه؟ التجار مزرجنين شويه، مش عاجبهم سعرنا الجديد. شكلها كده البلعوطي مقومهم علينا وعاملينهم بطيئه. ماشي. غيره؟ في خبر كده مش هيعجبك. حياة نزلت الصاله. في بيت اتحط على اسم راجل ده. انا صيت مريكب وسخته وقلت ابتدي معاكي، لكن مفيش فايده. الطبع غلاف. رقاصه رقاصه مال مال الرقاص؟ انا ورقاصه انت عرفتني وانا رقاصه واتجوزتني وانا رقاصه. اديتك فرصه اي ست في الدنيا تتمناها تبقي ام. ليه حرمتني يا ابا اب؟ حرمتني يا ابا اب. انت اللي حرمت نفسك. جريك ورا الفلوس هو السبب. كنت عايز نخلف لك ايه؟ عيل مشوه يشيل بلاوي ابوه اللي بيسمن بيها اولاد الناس. يمكن قدرت تحمي نفسك بشويه الغجر الكلاب اللي بره اللي قاعدين عمالين يحرسوك. بس ابدا ما قدرتش تحمي بيتك من ان السم يخشه. لو كنت انا مدمنه انت اللي وصلتني لكده. عملتني واعتبرتني جزمه في رجلك تلبسها وتقلعها زي ما انت عايز. حاجه من الحاجات اللي عمال تلمها وتكومها جنبك.
في ايه؟ ايه؟ هو فين دلوقتي؟ طيب طيب الكلام ده ما ينفعنيش، الواد لازم يخرج. يا زينهم اخوك معترف والاعتراف سيد الادله. مش مشكلتي يا طلعت. طلعت انت محامي كبير ولازم تتصرف. اخوك موقفه وحش. وحش ولا حلو انا ماليش دعوه، ندور في الكتب بتاعتك هتلاقي مخرج. اعمل حبتين بتوعك يا طلعت وهديك اللي انت عايزه. المساله مش مساله فلوس. طب انا عندي فكره يا متر. اسمع يا زينهم، احنا نخلي واد من الصبيان يشيل القضيه. انت غايب ولا مصطوط؟ بقول لك الواد معترف. اهدى يا زينهم بيه عشان نعرف نفكر ونركز ازاي نخفف الحكم ونستغل ان دي السابقه الاولى. يعني يعني يبقوا 3 سنين بدل 5. وصلت على البلعوضي التوصيل اللي هي بضاعته مش هتخش حتى لو لابسه طاقية لخفة. وديت كمان على اسماعيل يماما، هو ده اللي هيخرج لنا خميس من السجن زي الشعر من العديد. انت مالكش دعوه بالحكايه دي خالص، انت السبب في اللي حصل لخميس. ليش ليه؟ ماليش نفس. جعانة جعانة. امال طلبت الأكل ده ليه؟ نفسي اتسدت. أنا كنت عاوز أوصل له، أحلم بيه. شمامة. بطيخة. دي مراتي وعيالي، سابت الرقص عشان تشم، تصحى تشم، تنام تشم. متراوى امها ما هي زي الفل اهي، بطنها دابت من الاورين، هتتعجل مش عارفه قبولي. انت ازاي تكلمني بالطريقه دي؟ انت احسن مني في ايه؟ فلوسك ولا الهروين اللي انت بتتاجر فيه؟ ولا الناس اللي بتقتلها كل يوم؟ مش كفايه يا حميس؟ عيل ايه اللي انت عايزه؟ بالذمه انت تنفع اب يا بكر؟ عايز تطلعه ايه؟ تاجر مخدرات؟ ولا عايز تطلعه قتال قتله زيك؟ يا تكميله. امشي يا زلمه. همشي يا زلمه بس همشي على طول. يلا انا هروح الصلاه. زينهم بيه؟ زينهم بيه؟ آسف صحيح سعادتك، لكن البلعوطي ورجالته تحت ومستنيين حضرتك. الواد إبراهيم جه؟ لا لسه ما جاش. حياتي. وأنا مدام حياتي. طيب، أنزل أعمل لهم إيه؟
حاجة أشربها على بال ما أغسل وشي وأغير هدومي. ماشي. شكرا لك. حاضر. على هيك امرك يا زينهم بيه. قالتش ابراهيم طورنا عليه في كل حته وملوش قصر. عارف وشي نطلع في الجاكيت. سيدي. نعم. خير ان شاء الله يا زينهم. ايه اللي رمك علينا يا سيدي؟ انا اذيتك قبل كده. عمري وقفت في سكتك. قلت لك تعال زينهم نحط ايدينا في بعض ونشتغل. رفضت وما سبتناش نشتغل. لا رحمت ولا سبت رحمه ربنا تنزل. وبعدين انا هدخل بضاعه يا زينهم. مش هيحصل. يعني ايه مش هيحصل؟ البضاعه جايه بعد بكره ولازم تخش. ما تكترش وخلص. الناس دول حاطين شغل العمر كله في البضاعه ومحدش فيهم هيرضى ابدا باي لخبطه في العمليه. وبعدين يا زينهم انت ما يرضكش تعب الرجاله ده يروح حضر. رجاله؟ هما فين الرجاله دول؟ ما تولعهاش بينا يا زينهم. قلت لك مفيش بضاعه بتخش الا باذني وفهمتك. ان انا كبير برضه ما فهمتش. قلت لك العب على قدك برضه ما فهمتش. وانا ما اكرهش في الدنيا تياب العود يا اخويا قد الاغبياء. انت غبي. يلا حلوين قوموا روحوا. البلوط يضحك عليكم وطير فلوسكم. استعوضوا ربنا في شقكم. يلا. يلا. ماشي يا زينهم. بس ما تنساش ان انت اللي ابتديت الاول. بينا رجاله. روح لامك يا بلوطي خليها تشوف لك شغله ثانيه. انا اللي عملتكم يا كلاب وممكن اعمل غيركم. انا اللي دخلت الهورين وممكن امنعه. خلي عليها وبتاع كفاك. انا الامبراطور. عارف مكان. طيب هاتي. ابراهيم اللي اخلص لك قتلته. انا كنت عايز اخلص منك. لا اجي قبل ما اموت. حرام عليك. انت ايه؟ انت حيوان. حيوان. انا مش عايز اعيش معاك ولا لحظه. مش عايز اعيش معاك خالص. اقتلني انا كمان. اقتلني حالا. مش عايز اعيش. Thank you.
زينهم بيه. زينهم بيه. زينهم بيه طالع. كل حاجة ماشية كويس. المدام فوق في اوضتها نايمة ومستريحة ومفيش مشاكل. زينهم بيه. تأمرنا بأي حاجة دلوقتي؟ Oh, yeah.